أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية لها نظير تكلم عن هذا الموضوع في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالأمر الاثنين الخوف ممنوع والحزن ممنوع، بس هذا إخبار من الله. أما الأمر الثاني فلم يؤجل الله عدم الخوف والحزن إلى لقاء الجنة، وإنما أنزله بشرى لهم في الدنيا. الله. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، يبقى إخبار من الله، ولكن قول الملائكة في الآية الثانية تبشير لهم في الدنيا. تتنزل عليهم ساعة الموت، تتنزل عليهم بأي شيء، بأن تنقل لهم بشرى الله لهم بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والخوف دائما هو توقع شيء يؤذي، والحزن هو الفجيعة في شيء محبوب. فلا هذا ولا ذاك. لمين؟ لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقام. ربنا الله مسألة العقيدة، ربنا الله ثم استقاموا مسألة أوامر العقيدة لمن اعتقدها، وهي الاستقامة. ومعنى الاستقامة السير على الطريق الذي رسمه من آمنت به لتصلح لك مهمتك في الحياة صلاحا لك وصلاحا لمن معك. والاستقامة كما قلنا وقالت الهندسة هي أقصر الطريق بين نقطتين، ما فيش لا كده ولا كده، لا كده لا يمين ولا كده شمال. وبعدين ربنا يقول ولا عوج فيها ولا أمت، مش معوجة لا ضاحت كده ولا جت كده، ولا أمت لا طلعت كده ونزل التاني. إذن هي مستقيمة توصلك إلى الغاية إلى أقرب طريق، وتوصلك إلى الغاية بإيه؟ بالهدى الذي تمتطيه أنت. الناس فاهمين ان الهدى من الله تكليف ويبقى شاق ويبقى حمل عليك، لا، ده انت اللي حمل عليه الهدى. على هدى اولئك فكأنهم هم الذين علوا على الهدى ليبلغهم الهدى مقصودهم. فالهدى بتكليفه ليس عليهم، وانما هو ايه؟ هو لهم، وهم يمتطونه ليصلوا الى الايه؟ الى الغاية. ولكن قبل أن نتكلم في هذا الموضوع، نسينا بالأمس حينما تكلمنا عن قول الحق سبحانه وشهد شاهد من بني إسرائيل على نفسه. هذا الشاهد آمن برسول الله، وقلنا قصته أنه قبل أن يؤمن أخبر رسول الله أن اليهود قوم بهت، وإذا علموا أني أسلمت سيقولون في ما قال مالك في الخمر، فأنا أريد أن أحبس ألسنتهم عني بأنني أجعلك تسألهم قبل أن أسلم. فإذا قالوا في قولا أعلنوا إسلامي بعد، عشان إن رجعوا يبقى بيكذبوا نفسهم، يبقوا كذابين يا في الأولى يا في الثانية. ولكن ما الذي جعل الشاهد يشهد لرسول الله؟ قال له ان انا هسألك عن الثلاث حاجات. اولا طعام اهل الجنة يأكلوه ايه؟ قال له زيت كبد الايه؟ كبد الحوت. اللي احنا نسيناها بقى في امبارح، قال له ومتى يعني يغلب في العملية الجنسية الرجل المرأة في ان ينزع الولد الى ايهم؟ الولد ابنهم ينزع الى ابوه ولا الى وإلى أمه؟ لأن هما الاثنين شركة في الإنجاب. بس الناس فاهمة إن العملية الجنسية هي اللي بتجيب الإنجاب، لا، العملية الجنسية دي فقط تسير الرجل علشان يطلع الميكروب في اللذة اللي هو دي. إنما المرأة ماؤها لا دخل له في الإنجاب، بدل أن البويضة التي تحتضن الميكروب لها موعد تنزل فيه، سواء كان في عملية جنسية
ولا ما فيش؟ فإن صادفت العملية الجنسية تجري الحيوانات المنوية إلى الإيه؟ إلى البويضة. أما البويضة فبتنزل بطبيعتها. إذا ماء المرأة اللي بيجي في العملية لا دخل له في الإنجاب، وده اللي العلم أثبته. يبقى المرأة تعطي البويضة الحاضنة للميكروب. فقول الرسول عشان يجيبه قال له إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإن سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى إيه؟ إلى أمه. الله، ماء المرأة هو؟ قال لك شوف بقى كلمة سبق، لو إحنا خدناها بقى باللغة نقدر نحدد ما وصل إليه العلم والحديث في القرن العشرين. إزاي؟ كلمة سبق يبقى معناها إن اتنين بيسبقوا، وما دام بيسبقوا يبقوا طالعين من حتة واحدة. ما فيش يقال سبق واحد يجي كده وواحد يقابله، انما السبق يبقى ايه؟ لازم ما طالعين من حته واحده. قوله فاذا سبق ماء الرجل ماء الانثى او سبق ماء الانثى، الاثنين طالعين من مين؟ من مكان واحد. يبقى اذا الرجل ماء الرجل فيه ايه؟ فيه ميكروب الذكوره وفيه ميكروب الانوثه. وبعدين لما يصادف الماء ده في العمليه الجنسيه ويطلع ويصادف نزول البويضه يتسابقوا على ان ايه؟ مين اللي يسمع ياخد البويضه؟ عشان الاقوى هو اللي ايه؟ يبقى ده ايه؟ اسمه انتخاب، عمليه انتخاب. لان ميكروب الرجل النصف كستبان الخياطه يجيب انسال البشر دي كلها. ما شاء الله. انسال البشر كلها في نصف كستبان الخياطه. الله. دي كلها هتروح البويضه؟ لا. هيتسابقوا. فإن سبق ماء اللي هو بيمثل ميكروب الذكورة ماء الأنوثة يطلع الولد ذكر، إن سبق ماء الأنوثة إنما طالعين الاثنين من مين؟ من الراجل. يبقى المرأة لا دخل إيه؟ لا دخل لها في هذه العملية إلا في أن البويضة بتصادف نزول ماء الرجل. كويس كده؟ بقى ناخدها منين في الحديث؟ إذا سبق، وما دام سبق يبقى المنطلق من مكان مش واحد من المرأة وواحد من الرجل، لا، يبقى اذا سبق يبقى لازم منطلق واحد. هكذا اثبتها العلم الحديث. فاذا العلم الحديث لما انسب ده نقوم احنا نقول القران جاء عشان عقائد، ولكنه يمس الكونيات بقدر ما تتسع له العقول، وخصوصا انه نزل في امه اميه باب الله. كان من الممكن ان يقال في الامه الاميه ان الارض كره؟ كان يقول شوف الكذب، شوف مش عارف ايه، ويطلع. يبقى مسألة يأكلها الحق إلى أن تنضج العقول، لكن يجعله في كتابه وقرآنه ما يدل على هذا إن وصلنا إليه. يبقى إذن في آيات كونية يترك الله للزمن أن يشرحها، بحيث إذا أردنا أن نجد لها نصا من القرآن نقوم نجد النص. تبقى إذن إن القرآن لا يعارض شيئا حقا، إنما إن كان الحقول ما تتسعش له يغلفه كده تغليف. علشان إيه؟ لو كان كده الناس تنصرف عن الدعوة، يقول بقى الأرض بتدور، بقى مش عارف ده كلام الله، يقوم يخليها بعدين يجي إيه هيقولها كده في أثناء الكلام ترى كده ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يجي يقول وترى الجبال تحسبها جامدة. أنت فاهم إن الجبال إيه؟ جامدة، وهي تمر مر السحاب. الله. طب ده الجمال ثابتة في الأرض، وإذا كان فيه مرور للجبال الثابتة في الأرض تبقى الأرض بتدور بالجبال، يبقى خدنا أنها إيه؟ بتدور. وكلها كورة برضو دي مش يقوم يقولك يكور الليل على النهار يجروا ورا بعض على الكورة. إذن في آيات في القرآن تدي الإيه؟ المعنى، بس إيه؟ مغلفة تغليف عشان الناس اللي ما عندهمش هذه الثقافة إيه؟ ما ينصرفوش عن القرآن، لأن القرآن جاي جاب كتاب عقيدة وكتاب منهج الحركة للإيه؟ للحياة. لكن لما يجي بعدين الأخوة تتفتح ونيجي نقوم نجد فيه إيه؟ ولذلك هذا كله الكون يشرحه قول الحق سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.
سنريهم. كلمة سنريهم تبقى عايزة مستقبلا، يبقى إذا كل يوم هنقراها سنريهم، يبقى لما اخترعنا حاجة برضو هنقراها إيه؟ سنريهم. يبقى لسه هيجي حاجة حتى إذا قرأتها قبل أن تقوم الساعة سنريهم، وبعدين تيجي الآية الكبرى اللي هنشوفها الله. يبقى كلمة السين دي في سنريهم هي التي تدل على تطور العقول في فهم أسرار الكون في الله. طيب تعالى بقى القرآن قال ايه في الحتة دي بقى؟ الحديث قال سبقة، وعرفنا ان سبقة تدل على ان منطلق الميكروبين الذكورة والأنثى من مكان واحد. لو قرينا بقى قول الحق سبحانه وتعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى، فيه نطفة وفيه مني، النطفة اللي هي الميكروب والمني هو السائل اللي عايشة فيه النطفة، فبيقول ألم يكن ايه نطفة من ايه؟ من مني يمنى، فكان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله. يبقى اذا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم سبق ماء الرجل شرحها الايه؟ القرآن. احنا كنا بقى نقرأ دي كآية كونية مالش فاهمين، انما لما العلم يجي وطبقها، ولذلك يسموها دلوقتي العلماء الاطباء يقول لك اكس واكس ايه؟ اكس وار، يعني الاثنين طالعين من مين؟ من الرجل. ان الذين قالوا ربنا الله، ادي العقيدة، ثم استقاموا أي على المنهج الذي ايه وضعه لهم من امنوا به ربه. ان الذين قالوا، ومش بس امنوا سكتوا، لازم يعلن كده يقول ايه ربنا الله، وبعدين لما يجي يستخيم على الحركة الايمان برضه يقول كده برضه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انا عملت صالح لاني من المسلمين. لم مش يعملوا بقى جمعيات اللوتاري والمش عارف والايه ولك نعمل المسلم. طب ما تقول انك مسلم بتعمل العمل الخير انك مسلم، وليه تنسبها بقى لحاجه جايه من بره؟ لا، قول انني بعمل دي لانني ايه؟ لانني مسلم. من احسن قول ممن دعا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا اخبار من الله. وبعد ذلك جاءت البشرى لهم على لسان ملائكة الله يبشرونهم قبل أن يدخلوا إلى إيه؟ إلى الآخرة. يبقى دي لقطة جت هنا وفي لقطة تانية جت هنا. أولئك أي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه اللي يحصل؟ أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة، ما هو الصاحب أولا؟ الصاحب هو من اصطفيته من خلق الله لالتئام أخلاقك وسلوكك مع التئام أخلاقه وسلوكه، هذا الصاحب. طب أصحاب الجنة، تبقى الجنة مصاحبة وهم مصاحبين. كلمة صاحب ده صاحب ده وده يصاحب، يبقى أصحاب الجنة أكن الجنة مصاحباه، الجنة إيه؟ مصاحباهم، يعني هي اختارتهم وهم اختارها بالعمل، وهي مبسوطة اللي هم هيجوا ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان كل مكان غير وزمان وكل جماد وكل نبات له عند الحق سبحانه وتعالى لغة يسبح بها، ولذلك يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم. لكن ربنا بيدينا اشياء، ما قالش ربنا عن داود الجبال يسبحنا مع داود، الجبال ايه بتسبح مع مين؟ مع طب مين الجبال برضو بتسبح؟ مع ابو جهل كمان، بس هي وتسبيحها يوافق تسبيحها، يعني يعملوا كرسي واحد. الله. والشجر، وقال لك والشجر، وبعدين والنملة قال، والهدهد قال، اذا كل قد علم ايه صلاته وايه انت فاهم انها زي انت ما تقول لغتك، لا، الذي خلقها يعطي لها اللغة اللي هي بتتفاهم مع ابناء جنسها بها ويخاطبها هو بها. ولذلك ربنا يوحي للجماد أو ذلك بأن ربك أوحى لها. الله. وأوحى ربك إلى النحل، يعني ادى الله. فإذا ففيه أشياء لغات الخالق هو الذي يعلمها، وإذا أراد من بعض خلقه أن يطلعهم على سر يعلمه.
لما يعلمهم. ولذلك سيدنا سليمان ضحك من النملة ولا ما ضحكش؟ ولذلك وتبسم ضاحكا من قولها. الله يبقى فهمه. طب ما هو ربنا معلمهم هذا المنطق. وبعد ذلك النملة بتتكلم كلام بعدالة ولا لا؟ قالت هم ادخلوا احسن يحطمكوا سليمان. مش ظلم لهم وهم لا يشعرون، مش جالين بكم، مش جالين. الله كلام حتى عدالة. الهدي دائرة في قضية ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات. الله يبقى كل عارف ايه؟ كله قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك الناس اللي كانوا يقول لك ايه؟ وسبح الحصى في يد رسول الله. قم نقول له يا شيخ حرام عليك، الحصى يسبح في يد ابي جهل. قل وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام اللي يبقى يلقى. انما طب هو بيسبح في يد الكافر لانه مسبح ايه؟ دائما مسبح، كل حاجه بتسبح. وذلك قلنا لكم زمان ان اهل الحق واهل الطريق والمرتضين على حب الله ولا طاعته اما يقعدوا ويا بعض يناقشوا بعض، زي ما احنا بنقول مش يناقشوا بعض عشان يتنافسوا، لا، ده لما واحد يشوف مسالك كده بده يبين له ان في حاجات تانية اعلى، جدعه في حاجات تانية بده يشجعه عشان ايه؟ عشان يوصل لاخر، مش بينافسوا بعض، لا. فلما قعدوا ويا بعض اول واحد قال له ايه؟ قلنا لكم زمان لما قعدوا كده وحب بتاع بلخ والتاني بتاعنا يسابوه، قال له اتشتاق الى ربك؟ بيناقشوا بقى. قال له لا. قال له يا شيخ الا تشتاق الى ربك؟ قال له ما لا. كررها ثلاثه وقال ما جاوب. قال له يا اخي انما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى نشتاق اليه؟ يعني اكنه بيقول له الجدع ان احسن انت ايه الشعبط كمان شويه. والراجل اللي قاعد قلت لكم برضه قصه انه اراد يعني كح زي ما بكح كده وحب يطلع حاجه منها يتفها يعني، فاللي قاعد في ريحه غمز وقال له القها واسترح. أم هو قال له يعني على مقدار دركته بقى؟ قال له كلما اردت ان ابصقها سمعت الارض تسبح فاستحيت ان ابصق على مسبح. أم الثاني طلع انقح افتعل تنخيمه وقعد يجمعها. وبعدين مسبح في مسبح، طب ما يلبس قبل ما تسبح روحه، يبقى مسبح في ايه؟ يبقى دي منازل بيعملوها البعض عشان ايه؟ يقول له ما تقفش هنا عشان ده في حاجات ايه؟ في حاجات تانية اعلى من كده الجدع. اولئك اصحاب الجنة، في صحوبية، في صحوبية بين الجنة وايه؟ وبينهم. وفي ايه؟ كره بين النار، كره الجنة كره العاصي، والنار تقول لا هاتولي. يوم هل من ثلاثة تقول هل من مجيد؟ بس هاتهم ولا الكلب هاتهم. الله، يبقى دي كصاحبة ودي ايه برضو هاتهم برضو، بس عشان ايه؟ عشان يتعذبوا ايه؟ اولئك اصحاب الجنة خالدين فيها، لان النعيم مهما علا في الدنيا يهدد الانسان فيه حاجتين اتنين. يقول لك ما يمكن النعيم ده يفوتني زي فلان ما كان في نعمة وهيصة وبتاع وبعدين راحت منه، ادي خوف، او انا اموت واسيب النعيم. قال لك ده نعمة بقى، لا انت هتموت لا تفوتها ولا هي تفوتك. نعم، خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قلت جزاء بما كانوا يعملون، الجزاء ده حق ولا فضل؟ أم قال لك هو فضل. ليه؟ لان كون ربنا يديني اوامر عشان مصلحتي وعشان انا اسعد في نفسي واسعد الغير ولا ينتفعش هو بها خالص، ملوش دعوه بها خالص، وكونه يجازيني عليها كمان، يبقى ده الفضل بقى. نعم. وقول الله بما كانوا يعملون فيه برضو لفتة ثانية، لأن العمل ما هو العمل؟ العمل هو انفعال الجارحة لمهمتها، الإيد عشان تتحرك وتعمل، واللسان عشان ينطق، والعين عشان تشوف، يبقى انفعاله الجارحة لمهمتها هذا عملها.
القلب له، اللسان له، العين لها، كل حاجه لها، الرجل ليه، الايد ليه، انفعال كل جارحه لايه؟ لمهمتها. ده اسمه ايه؟ عمل. لكن لما جه يقسم العمل ربنا قال اللسان لوحده واخد شطر العمل، اللسان واخد شطر ايه؟ العمل. ولذلك يقولون ويفعلون، يبقى المقابل للقول الفعل، انما الاثنين عمل ولا لا؟ يبقى اذا العمل يشمل القول وايه والفعل. خلاص كده كويس، ادي عمل. لكن لما نيجي نقسم يبقى ايه؟ قول وايه وفعل، يبقوا الاثنين جزاء بما كانوا يعملون قولا او ايه. ولماذا اخذ اللسان والقول الشطر بتاع العمل؟ ده يقول لما تقولون ايه؟ ما لا، مش ما لا تعملون، لا ما لا تفعلون. يبقى القول قال لك لان القول هو به بلاغ المنهج، والبلاغ المنهج تتنفعل الجوارح على وفق هذا الايه؟ على وفق المنهج. ووصينا الانسان بوالديه. الله، كلمه وصى معناها ان تطلب ممن توصيه عمل، هذا العمل يفيده في حياته وتؤكده بوعد التانيك تكرره عليه. ولذلك تجد الوصايا للمهم بتبقى من الناس في اخر حياتهم، ساعة ما يجي بقى يعني خلها يوم يوصي يعني ايه، بقول الحقوا مني خدوا نتيجة تجاربي بقولها لكم. يبقى الوصية هو ايه؟ انك انت توجه الانسان الى عمل ينفعه في ايه؟ في مهمته، مش بس تقوله وتؤكده وعظا له. ادي الوصية. وكلمة وصية تأتي في القرآن وصى وأوصى، الاثنين وصيته، وصى ووصى بها ايه؟ إبراهيم بنيه ويعقوب. طيب، وأوصاني بالصلاة والزكاة، يبقى فيه وصى وفيه ايه؟ فيه ايه؟ أوصى. أوصى للتعدية، ووصى للتكرر، وصى أوصى للتعدية. أنزل ونزل، أنزل يعني مرة واحدة، ولكن نزله واحد تباعا كده تباعا. ووصينا الانسان، الانسان ما مدلول الانسان، كلمه الانسان دي معناها من ادم الى ان تقوم الساعه، الجنس الانساني ده مقابله في الخلق المختار الجن. كلمه انسان لاننا بنأنس ببعض، انما الجن ما بنشوفهمش، الجن عمل عال مستور، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى الانسان على اطلاق. وصينا الانسان بوالديه. طب قال لك، طب الانسان ده منه مؤمن ومنه كافر، فهل الكافر برضه موصى؟ طب ما انت بتوصي الواحد وصيه، وان شاء فعلها وان شاء لم يفعل، هو ما فعلهاش. طب والطفل الصغير الصغير توصيه برضه؟ ام قال لك ما دام داخل في كلمه انسان برضه توصيه وهو صغير وان لم يكن مكلفا؟ ولذلك قالوا ان وصيت الصبي الذي قبل التكليف ان عمل حسنا يثاب عليه، وان ما عملش وعمل وحش ما يعاقبش. شوف العظمه بقى، ان عمل ايه؟ حسنه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا في عماد الدين وهي الصلاه، الاب يشرع وان خولف يعاقب، لان الولد لسه ما يوصلش الى درجه البلوغ عشان هو ربنا اللي شرع له وربنا اللي يعاقبه. فقال مروا اولاد، مروا انتوا اللي تامروا اولادكم بالصلاه لايه؟ لسبع، واضربوهم عليها. يبقى الامر منكم والعقوبه على ذلك. ليه؟ قال لك ليرتاد ويتمرن ويتعود على ايه؟ الصلاه، بحيث اذا جاء البلوغ اللي هو ربنا هيكلفه تبقى عمليه ايه؟ عمليه بقت ايه؟ عمليه سهله. ووصينا الانسان بوالديه احسانا. والدين هم ايه؟ اللي نعرفه الاب والام. طيب هما سبب الوجود الايه؟ المباشر. الوالدين سبب الوجود
ايه المباشر؟ الله هو في وجود مباشر لك وفي وجود اعلى. طب الوجود الاعلى اللي اوجد ادم وحواء ما هو ده الوجود؟ بس الوجود الاعلى كان عن عدم والوجود الثاني كان عن سبب. وجود اب وام لهم عمليه خاصه، وربط الله عمليه الميلاد للاطفال من الابوين باقوى لذه يشهدها الانسان. ما تقدرش تقول انت لما تشوف منظر حلو عينك بتستمتع، تشوف رائحة طيبة ما انك غيرك اللي تستمتع، حاجة حلوة بتدوقها لسانك واللي بيستمتع، حاجة ناعمة وتمسكها كده الله. اذا كل جارحة لها ايه؟ لها مهمة. طب قول لي العملية الجنسية وما يحدث فيها من لذة بأي جارحة، ايه الجارحة اللي بتجيبها؟ قال لك دي كلها الجوارح مشتركة فيها ولا تقدرش تعمل. ولذلك سواء شرع الله الغسل ليه؟ قال لك لأن ما دام الجوارح كلها مشتغلة بالعملية الجنسية يمكن تغفل عن ربنا، فقال لك لازم ايه؟ يتطهر من هذه العملية. الله، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى علم أن الأولاد لهم مشقة التربية ومشقة السعي، قال لك لأن طفولة الإنسان لأنه مكلف تكليف أعلى في الارتباط بالحق والائتمار بمواهيه طفولته طويلة. الطفولة عندنا نشوف من إمتى؟ من الميلاد إلى البلوغ. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، يبقى من الطفل منين؟ طب الولد بيمشي إمتى؟ اللي المرأة تولده بيمشي بعد كم شهر؟ الأول بيحبي، الأول يقدر يصلب حيله ويقعد، وبعدين يقدر إيه؟ يحبي، وبعدين يقف شوي، وبعدين يمشي دادة دادة. الله، طب تعالى بقى في البقرة لما تولد الميلاد بتاعها كده، هو لسه ولد كده ولسه ويمشي. الله، ايه الحكاية دي؟ الحكاية دي لانك انت مهمتك ايها الانسان مهمة ايه؟ مهمة جامدة قوي، فلازم تاخد فترة تربية طويلة علشان مهمتك الايه؟ مهمتك الايه العالية. وبعدين بعد ما تربيه شوية كده ياخدوه يذبحوه ياخدوه يروح، ولا تسأل عن كده، انما احنا لا، بيبقى مسؤولين منه ونروح ونقعد. في ناس بتمد طفولة ابنائها لحد ما يبقى 25 سنة لسه طفل، مش كده ولا ايه؟ والبيوت برضو عنيه وبيأكلوه ايه وبيشربوه، لسه ما تخرجش ولسه مش عارف ايه، بتاع الكلام اللي بنعرفه ده. ووصينا الانسان بوالديه. طب وليه التوصية دي؟ قال لك من عجيب امر التوصية بالوالدين انها وردت في القرآن 4 مرات مقرونة بالإله. وإذ أخذ الله ميثاق إيه؟ بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الله بقى جابها بعد الإيه؟ بعد العبادة. تيجي مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مش دي في سورة النساء؟ في النساء يبقى واعبدوا الله وبالوالدين احسانا. يجي مثلا في سوره الانعام قل تعالوا اتلوا ما ايه ربكم على الا تشركوا بالله به شيئا وبالوالدين احسانا. الله، ويجي في سوره الاسراء مثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين. الله، 4 آيات في القران مقرون طلب الاحسان من الولد لوالديه مقرون بعباده الله. ايه ليه عشان ايه؟ قال لك لان الوالدين سبب الوجود المباشر، وهم اللي هيقعدوا يربوه على ما يبقى كبير شوية. فربنا يحب في الوالدين انه يروضهم على احترام سبب الوجود، عشان لما يعرفوا دي يقوموا يشوفوا سبب الوجود الاعلى مين؟ الله. يوم لما يعمل لهم دي الروضة لهم علشان ايه؟ يقدرهم ويقدسوا اللي هو سبب الوجود الايه؟ فيقرنها بالعباده يقول لك دي وياتي دي وياتي. الحق حتى في بعض الايات حينما يتكلم الحق عن الوالدين برضه ووصينا الانسان بوالديه ايه؟ حسنى. مش هي حسنى برضه؟ خلاص؟ وان جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، لا وإن جاهدك لتشرك لي باللام دي، لأن فيه على أن تشرك وفيه لتشرك،
جبع العنكبوت. وإن جاهداك لتشريك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم جميعا. لكن في آية تانية وإن جاهداك دي على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ده شرك. أم قال لك ما دام شرك لكن أنا عايز أركز فيهم احترام سبب الوجود حتى وإن كان مشرك بيه أنا بدي أنغزه في إن سبب الوجود المباشر بوصيك به يبقى سبب الوجود الأعلى تعمل أنت فيه إيه. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. اللي المستشرقين يمسكونا هنا يقول لك يقرأ القرآن مرة يقول ايه فلا تطعهما ويقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. وفي آية تانية يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله إيه؟ يوادون من حد ولو كانوا آباءهم. ازاي يقول هنا وصاحبهما في الدنيا معروفة ويجي في آية تانية يقول ايه ولو كانوا آباءهم ما تدهمش. نقول له يا اخي انت بتتكلم بلغة في لغة ما تعرفش اسرارها ايه. فرق عندنا في اللغة بين الود والمعروف. الود منشأه الحب العاطفي ولكن المعروف يصنعه الإنسان في من يحبه وفي من يكره. الاثنين في فرق بين الاثنين. يبقى أنت ما خدتش بالك أنت فاهم الود هو المعروف. لا المعروف تصنعه مع من تحب ومن لا تحب. لكن الود الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ذلك يجعل البر بالوالدين ايه ليه علشان ايه ترتبة ورياضة على ان تبر من خلقهم وخلقك. تبقى لما تاخد دي تبقى تاخد دي. هنا بقى ايه ووصينا الانسان بوالديه احسانا. احسان مصدر احسن احسانا. والاحسان هو ان تصنع من المعروف فوق ما فرض عليك. وزيك يقول لك اعمل احسان مش مفروض عليها انك تدي حد حاجه ما دام اديت الزكاه خلاص انتهت المساله. انما الاحسان ان تصنع ايه ان تصنع شيئا ازيد مما طلب منك من جنس ما طلب منك. وزيك لو جيت في سوره الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس محسن يعني إيه ألزم نفسه فوق ما فرض الله لكن من جنسه بده يدي الحيثية بقى إنهم كانوا قبل ذلك إيه محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلط الله الناس انهم ما يناموش الا قليل من الليل؟ لا دول بقى يا اخوان صلي العشاء وناموا بس يصبح صلي الفجر. لكن دول دخلوا في مقام الود بقى كانوا قليلا من الليل ايه وبالاسحار هم يستغفرون. برضو بفرش عليا انني في الصحراء اقعد استغفر. برضو صلي العشاء ونام وبساعد ما يدى الفجر يصحى. انما دول الزموا نفسهم بايه باشياء. وفي أموالهم شوف بقى دقة الأداء بقى وفي أموالهم حق. ما قالش معلوم لأن ما لم هتحسن المعلوم 2.5% مثلا. إنما لم دخل في الإحسان يبقى حق بس مش معلوم. تدي 10% تدي 15 تدي مش عارف إيه أنت حق معلوم. وفي أموالهم إيه حق معلوم. إنما في مرتبة الإيمان هناك وفي أموالهم حق معلوم للسائل. نعم يبقى اذا دول دخلوا في مقام الايه احسان. فاذا كانوا الاباء الوالدين قدموا لك شيئا من التربيه ومن سببيه الوجود فادلهم حاجه اكثر من اللي يستحقوه يبقى ده الاحسان. ولذلك هيجي في ايه ثانيه يقول ايه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اف كلمة تذكر. انت تيجي تقول للشدة اف يعني ايه انا اتذكر من سماع هذا. ولذلك اللغويين يقول لك ان السطحيين يقسموا كلام اللغة الى ثلاث اقسام.
اسم وفعل وحرف. يقولوا لا، لازم تزود حاجة تانية، وخالفة. خالفة اللي فيها كلمة اسم وفعل، اسم وفعل. ولذلك يقول لك ايه، هيهات مثلا، هيهات نقولها كتير احنا. ولذلك حتى الامي يقول لك شايف، يقول لك هيهات يعني ايه، شيء بعيد قوي. يقول لك ده فلان زي فلان، يقول شتم بالاثنين يا شيخ. ولا الله، بنجيب اشياء لا هي إيه؟ لا هي حرف ولا هي اسم ولا هي فعل، ومع ذلك داريدة في اللغة. أم سموها إيه؟ اسم فعل. هي اسم مدلوله فعل. فآه يقول لك اسم فعل، بس إيه؟ اسم فعل مضارع. آه يعني أتوجع. أف أتضجر. يبقى معنى أف إيه؟ اسم لكلمة أتضجر. هيهات اسم لكلمة إيه بعض. شتان لكلمة ايه افتقر. هاؤم يعني تعال. الله، يبقى دي اسمها اسم ايه فعل. فالدقيق في اللغة يقول لك لا، الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف واما خالفة فيها معنى الاسم والايه ومعنى الفعل والاسم. طبعا الاول، وبالوالدين احسانا. هناك قالت ايه؟ فلا تقل لهما اف. يبقى اف دي دليل على التضجر. ازاي تقول اف ليه؟ قال لك لانك تتضجر من شيء. ليه؟ زي ايه مثلا؟ مثلوا له في العربيه، الاب اذا بلغ الكبر، ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. كان يبقى عالم ومحتوى، وبعدين تلتفت ما يبقاش عنده، خلاص الذهن اتمسح. والقدره الجوارحيه ما يقدرش يمشي، يوم يشيلوه ويحملوه ويقعدوه ويقعدوه مش عارف ايه، ما يقدرش ياكل، يقعد احد ايه ياكله. وبعدين لما يجي مثلا يعني يريل على نفسه، يوم اللي شايفه يقول اوف. قال له اوعى تقول اوف على منظر رايته من ابيك. ليه؟ لانه هو بيستأنف طفوله بقى، الطفوله، ولذلك عايز يحبي لما يمشي يحبي، عايز يمشي مش عارف ايه، الطفوله بقى الطفوله. ما دام لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعمل زي ما يعلمش من بعد، لكي لا ايه يعمل بعد عمل، ما يقدرش يعمل اي حاجه، فلازم تتحمل. افرض ان هو مثلا ماشي كده وتلجلج وكسر لك فازه، ولا كسر لك مش عارف ايه، اوعى تتذكر ولا تنهرهما اوف عشان حاجه زعلت منها. ما تتضجرش، ما تنهرهمش عشان حاجه عملوها. يبقى لازم شفت لاحظ دي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا من استطاع منكم الباءه فالايه؟ معشر الشباب، اللي يستطيع منكم يتجوز يتجوز بدري، لان دي هيبقى فيها ايه؟ عصمه من الانحراف والشذوذ، ويبقى فيها حاجه ثانيه. ولذلك لما سالوا العربي قالوا يعني يعني الزواج المبكر ده، قال لك الزواج المبكر اقرب طريق لانجاب اب مش اب، لانجاب ايه؟ اب يرعاك في طفوله الشيخوخه. لان في الشيخوخه هتبقى زي الطفل، عايز اللي اكلك واللي يسقيك واللي يشخخك وجيب كل حاجه. فازاي تعمل دي؟ يلا اتجوز بدري علشان ايه؟ تجيب مين؟ مش تجيب ولد، تجيب اب يعولك في طفولتي ايه؟ في طفولتي شيخوختك. كأن الشيخوخة فيها حاجات الله سبحانه وتعالى يوصي الولد انه ايه. ولذلك من بر ابناءه، من بر اباءه بره مين؟ ابناءه. يوم اللي عملته في الولد ينعمل فيه، تقدمها علشان تيجي، عشان تيجي دي يعني يمكن العمر يطول، وبعدين ما نقدرش نعمل حاجة. يبقى لما احنا عمل واحسن من هذا، من بر غير ابائه بره غير ابنائه. اللي والى لقاء اخر.